متعلقة بالدراسة المصادقة على مشروع تعديل ميزانية سنة 2024، النقطة أحيلت على جنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. كلمة السيد حمد قشقول. سيد الرئيس، السيد الباشا، السادة أعضاء مجلس الجمال، أيها الحضور الكريم، في إطار تهيئ لأشغال الدورة الاستثنائية ليوم وهي الثلاثاء 6 أغسطس 2024، عقدت لجنة الميزانية الشؤون المالية والبرمجة يوم الخميس 18 يوليو 2024 على الساعة 10 صباحا اجتماعا لها في المقر الجديد للجماعة، ذلك لدراسة ومناقشة النقطة المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع وهي كالتالي: الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل ميزانية سنة 2024. فبعد أن توصلت الجماعة بمراسلة من السيد العامل مسجلة تحت عدد 65 بتاريخ 13 يونيو 2024 حول استفادة الجماعة من حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة وقدرها 3,782,429 درهم، ومطالبة الجماعة ببرمجة هذا المبلغ بباب المصاريف، قام مكتب المجلس بوضع مشروع تعديلي لميزانية سنة 2024 وتم عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد دراسته في أفق إعداد الدورة الاستثنائية ليوم 6 أغسطس 2024. وبالفعل اجتمعت اللجنة لدراسة هذا المشروع الذي تمت دراسته دراسة مستفيدة ووافقت على تخصيص مبلغ 590,000 درهم لبعض مصاريف ميزانية التسيير وفق الجدول التالي. بالنسبة للجدول فيه نوع المصاريف: الاعتمادات في المقبولات، التعديلات المقترحة، ثم الاعتمادات النهائية. أذكر فقط الاعتمادات المقترحة: أعوان أجور المعارضين 350,000 درهم، مصاريف التنقل داخل المملكة 50,000 درهم، قطاع الغيار والإطارة في المطار للسيارات والآليات 150,000 درهم، أتعاب 40,000 درهم، المجموع هو 590,000 درهم. أما الباقي وهو مبلغ 3,192,429 درهم فقد تمت برمجته في مشاريع ميزانية التجهيز حسب الجدول التالي: اقتناء عتاد وأثاث المكتب 20,000 درهم، اقتناء عتاد الإشارات 50,000 درهم، الدراسات التقنية 200,000 درهم، أشغال كبرى صيانة الطرق الحضارية 600,000 درهم، ثم دفعات لفائدة شركة التنمية المحلية استيراد تمارة 3% لإنجاز أشغال طرق التهيئة SK 120 SK 66 والدراسة التقنية لطريق التهيئة SK 102 بمبلغ 2,322,429، المجموع هو 3,192,429. وعليه فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بالمصادقة على هذه النقطة. نمر للمناقشة سيد وهموم الساكنة راه تتمنى بشكل كبير، ولكن انا تنقول واو الاخوان ديالكم راه شاهدين على هذه المساله هذه. اذا كان الاخ اول مره تيحضر فمجموعه لا هذه حيت تغانوا هذا المصطلح ديال المغاربه زعما ما عجبنيش هزا فينا السياسيين الرئيس فلا بد اننا نقولوها. ومي رانا قلت لها هذاك الشيء قبل ما تبدا الدوره تنقولوا له تنترجوك تجلس مع الناس، تنقول له جلس مع الناس السيد الرئيس جلس معاهم بكره وتا دابا رجاء من سالي الدوره نجلسوا معاهم السيد الرئيس وتا دابا تنقولوا رجاء اننا نجلسوا مع هاد الناس من سالي الدوره. نعاودوا نرجعوا لواحد المساله مع كامل الاسف نعاودوها عاوتاني: توصيل اللجنه، ونبهنا لها مرارا وتكرارا. توصيل اللجنه بناء على ماذا؟ عطيونا معطيات. دابا ملي تنجيو مثلا تنهضروا على الطرقان، لا الاسكا 66 لا الاسكا 120 لا الاسكا 102 اللي اللجنه الماليه تتوصي انها تعطيو دفعات، واش كاينه دراسه على هاد الطرقان؟ انا بعدا هنا وحيي واخا السيد الرئيس مرحبا، انا هنا احيي اللجنه ديال التعمير، رئيسه لجنه التعمير مشكوره على الشجاعه ديالها، لانها قال في اطار دراسه النقطه قالت انها ترجع للمجلس ما عندهاش وثائق تقنيه ورفضت على انها تعطي المقترح ديالها ورجعتها للمجلس، احييها على هذه المساله. راه ماليزا كيزيد اذا الاخت نجات كانت شجاعه رغم انها من المكونات الاغلبيه انها في ظل الغياب. اذا واش اللجنه الماليه كانت عندها وثائق ولجنه التعمير ما كانش عندها وثائق باش اللجنه الماليه توصي؟ واش عندها وثائق تقنيه؟
والسم اعطاها للجنه الماليه وما تعطاتش للجنه التعمير. فشكرا لكم من البرنامج، شكرا لكم نجاح لان فعلا وهذا هو اللي بغينا، هكذا اللي جا انا ندرس الامور بمعطياتها. وعندي واحد العتاب السيد الرئيس، ما نقولش عليك انت، لا لا، على الاستاذ ديالنا، على رئيس اللجنه. رئيس اللجنه هو رجل تربوي، رجل تربيه وتعليم، فاعل جمعوي. ففي اطار برمجه ذاك الفائل ما فيها باس، راه كاين القطاعات الاجتماعيه اللي كان من باب اولى انهم يتبرمجوا. انا قلنا ما بغيتش نهضر، دابا انا غندخلها. راه عين عاوده اللي حدانا السيد الرئيس، والله الا يحزوا في النفس، عين عاوده اللي جاتنا حدانا، تم استدعائي لحضور الجامعه كل سنه تتقوم بواحد المبادره اللي فيها يومين في اطار احتفال بعلاج، وتتكرم التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهاده البكالوريا. هذا العام ضافوا كذلك التلاميذ الحاصلين اللي حصلوا على الشهاده الاعداديه وبجوائز اللي هي قيمه. واش ما عندناش الامكانيه اننا نديروا حتى حنا الوليدات الصغيرات؟ ما يستحقوش من هذا المجلس كلمة استطاعتي غير كمل وجوبني بزاف على كل شيء. فكان من باب اولى ان اللجنه تحل في اطار ديك التوصيه وفي اطار الملاحظات ديالها دير هذه المسائل هذه. اين العيب في ذلك السيد الرئيس؟ فين كاين العيب انها ديرها وتجي وتبرمج لينا هذه المسائل هذه، تعطي المقترحات ديالها، فما تجيش انها تجي وتقول لنا غير مجموعه من الامور في اطار البرمجه وتعطينا اجور الاعوان العراضيين اللي ضافت فيها مصاريف التنقل داخل المملكه قطاع الغيار وما الى ذلك. السيد الرئيس ما فيها باس، عطيو المقترح ديالكم ونجيبوه للجنه اللي فيه هذا الشان التربوي. ما عرفتش انا من غير انا من رجل تربيه وتعليم، والله الا تبقى فيا الحال السيد الرئيس نعاود نقولها غير هي عين عوده. راهي بالامس القريب وكان هذا الاحتفال في اطار 11 مناسبه اللي هي وطنيه وكان يتم ادراجها والميزانيه عندنا، كاين عندنا فائده، علاش ما نبرمجوهاش؟ علاش ما نحتفلوش؟ غير بالامس القريب عاوتاني راه كان الاسبوع جمعيه الوفاق كانت دارت دوري وتحتفل في اطار 11 غياب تام الدعم المادي والدعم المعنوي ولا حضور مناسبه وطنيه. ما تزيدوش على بعضياتنا السيد الرئيس، واش هذه والله ما فيها مزايده، لان المساله وطنيه كنا وطنيه السيد الرئيس. الوطنيه راه ديال كل شيء، برمجه الميزانيه وبرمجه الفائض. سيد النائب المحترم الله يجازيك بخير، القطاع الثقافي راه مهمش مكلف. هو السي فيصل. نعم السيد الرئيس. راه هذه الميزانيه جات مراسله. زين السيد الرئيس. الميزانية جات مفصلة، صرف الميزانية في التسيير والتجهيز، هاكم بلا جوج كلمات. في باب المصاريف التسيير ما التجهيز راه السيد الرئيس عطى مقترحات الله يجازيك بخير، نعاود نقولوها، وكاين حوايج أخرى اللي ممكن أنا ناخذ منها، كيقول تحويل، فنعاود نقولها. على بالنسبة للدراسات التقنية، الدراسة التقنية راه حنا صوتنا عليها في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة المحلية ديال تمارا، شركة التنمية، درسنا عليها. وتم تحويل لها واحد المبلغ، وشاط عندنا هذا المبلغ اليوم ديال 2,300,000 درهم زدنا حولناه، تنتسناو الى سخر الله وتجاوبت معنا وزاره الداخليه باش تعاود تمولنا بواحد الطرف فبها ونعم. ما تجاوبتش معنا راه غادي نتسناو الفائض ديال العام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال 2024 وغادي نزيدو باش نكملوا هذوك المشاريع اللي تكلمت عليهم الاخت في واحد المراسله ديالها. قالت لك راه خص ضروري واحد الشارع موازي لشارع حسن الثاني باش نخفض الضغط على الشارع. راه هذا هو الاولويات عندنا حنا صعيبه والامكانيات قليله، راه باش نفكوا الشارع الحسن الثاني. كلكم كتمروا بشارع الحسن الثاني اليوم في العشيه من الربعه الى التسعود ديالي، راك مدوش مع شارع الحسن الثاني بتاتا. كاين اللي باغي يمشي يقضي غير مصالحه وتيفضل انه يجلس في الدار على انه يهز الطوموبيل. سيد الرئيس انا غنمشي غير لديك ضعفات مبلغ 350,000 درهم، كلنا مع ترشيد المال العام، هذا اكيد السيد الرئيس ولا احد ينازع في هذه المساله هذو، كنا مسبقين نعاودوا نقولوها. الان تمت الاضافه كاينه، زدتوا هاد الزياده هذه الى غتزاد رسول ديك النهار ملي نقصنا مزيان السيد الرئيس علاش نقصوا لنا الحاجه كذا، دابا تزاد بغينا نعرفوا هاد الناس هذا الى تزاد الى اكيد كاينه الحاجه ياك. لا انا تواصلت معك ميران وتكرار السيد الرئيس نعرف الاشكال، وتواصلت معك واحد النهار في المساله هذه وفعلا قضيتي ان كاين اشكال تنقولوها على مستوى الملحقات الاداريه اللي عندنا كامله، الملحقات الاداريه الاولى الثانيه الثالثه، خصوصا تنعاود نقولها مصلحه التثبيت للامضاءات والمصادقه على الاصول، راه كاين واحد النقص كبير جدا. المقاطعه الاولى سي مراد راه خرج كونجي، دابا كاين طارق هو اللي كاين، الحاجه غتخرج تنظن في 15 غيبقى بوحدو، راه اشكال على مستوى هذه المصلحه هذه. كانت واحده اللي كانت تقوم بدور كبير جدا، كان في اطار النقص راه خرجوها ما كايناش. المقاطعه الثانيه دابا حنا زدنا السيد الرئيس، حنا زدنا الفلوس، علاش الناس ما يرجعوش؟ زدناها اليوم غادا تزاد البارح. اذا بغينا واحد من عندك هما كاينين، وغنعطيك غير البلايص اللي خاصك تزاد فيها. راه السيد الرئيس المصالح عارف المساله.
المقاطعه التزاعات ايضا راه في تزعرفنا المقاطعه دابا مابقاوش نهضروا على الاولى والثانيه والثالثه انا نهضر دابا اليوم على المقاطعه الرابعه باش غادي نجهزوا الموظفين فين هما وهادو دابا اللي كاينين يوقفوا السيد الرئيس ما صراش انا واقفين السيد الرئيس واقفين هاد الناس هادو ما لا اله الا الله باش نخلصوا راه سنعاودو نقولوا راه حتى دابا السيد الرئيس هانت السيد الرئيس هانت السيد الرئيس هانت ها هي دابا كاينه عطيناها اذا هاد المصالح لا ما يتمش الاغفال ديالها هانت السيد الرئيس اليوم غادي نزيدو عاد تمشي تاشر عليها واش غادي نزيدوها البارح سيد الرئيس راه تقول قلتي وقفتي على هاد المساله هادي الله يجزيك راه حنا زدناها الفلوس هذه باش تزيدوا الموظفين لان المساله ديال العمال العربي راه كثروا عن هذا الحديث كثيرا نعاودوا نقولوها مازال تنعاودوا نقولوها سيد الرئيس العمال العربيين ربما راه عندك واحد شويه ديال اللبس العمال العربيين اليوم راه كنستعنوا بهم في تفسير الاداره راه مابقاوش العمال العربيين غادي يدوزوا عطيونا اللوائح سيد الرئيس وطالبنا بها باش نعرفوا وقت يستعملوا تفسيروا بهم الاداره عطيونا اللوائح باش نعرفوهم وطالبنا بها ميراثك راه السنه الثالثه دابا كاينه باش نعرفوا شكون هما الناس اللي كاين في الاداره راه اللي شي بالي نقرا عطيونا عطيونا اللوائح السيد الرئيس انا طالب انا طالب بها رقم مراسلات وانا جيت وطالب انا عمري كنت عندي لان قدمت لكم مراسله السيد الرئيس عرفت انه جمع السخرات بدون مقر انه عار على جمع السخرات حجم مدينه السخرات الاداره ديالها في ديبارتمون باش غير يطلع المواطن باش غير يقضي حاجته في ديك المصلحه يعني كيستعصى عليه في ديك الدروج مع العلم سيد الرئيس حنا كجماعه وكمجلس عده مقررات درنا ديال بناء مقر الجماعه ولحد الان بقى تعجب بقى مقر الجماعه ما دارش الحمد لله عندنا هاد الشركه ديالنا تما سكان صالح مجموع اللي كتساعد الجماعه وكتساعد يعني مشكوره من هذا من المنبر غير هذا دوزنا اتفاقيه هنا ولكن صوتنا خسر واش السيد الرئيس واش الجامعه كتخلص 5 مليون في الشهر شحال هذيك شحال راه 60 مليون في العام اذا الا بقينا عندهم هذوك الناس بقينا عندهم واحد 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 5 سنين راه 300 مليون وراه حنا السيد الرئيس بقى ديال الجامعه هذا خص ترشيدنا ترشيد المال انا سيد الرئيس ما بقاوش كاين هنايا وحنا عندنا الارض وصادق المجلس يعني اشنو كاين خلل في الميزانيه يعني ندقوا البيبان كما قلت جا لساني الحمد لله مشكوره الشركه يعني هي راه خدمت سخيرات كامله عندنا واحد الطرف ديال مليار و800 مليون مستعدين اليوم باش ندوزوها للشركه كنتسناو غير التاشير ديالها من طرف سيد العامل ونبداو نشرحوا ونتمناو من سيد الله من سيد العامل يساعدنا ويساعد الجماعه نطلبوا من هذا المنبر باش يتعاون معنا واحد الاشكال في شوف كانت المشكله سيد الرئيس لان انا اسمح لي انا كمستشار وجميع المستشارين لاحظوا المساله باش كنمشي نقضي حاجه للمواطن ولا نمشي للاداره ما كنتلف ما كنعرف فين ندخل لان كاينه بيوتا وهذا عار وما يعني خاصنا السيد الرئيس نعيدوا النظر في هذه القضيه وشكرا وكنتمنى من باب من هذا المنبر باش المؤسسات الخارجيه يعاونونا ونحلوا هذا المشكل ونبنوا المؤسسه ديالنا ديال الجامعه اللي كتليق بساكنة سخيرات وشكرا. الرئيس هو اول حاجه واخر حاجه عندما كنجيو للدوره الرئيس هو المخاطب الاوحد للمستشارين كاملين سواء النواب سواء المعارضه سواء مستشارين بالنسبه باش ندوش عندنا السيد الرئيس الكلام لان نحن مستشارين ومواطنين الساكنه السيد اللي قال بان انا كنجيو سميتو راه حنا جايين لا غير حتى ضروري سيد ضروري سيد ضروري هو غيسكت راه ما غيهضرش راه ضروري انا كاتب هنا كل شيء كاتب عدم توفر السوق يسمح بالعوده للنشاط ديال التجاري ديال الناس اللي قادمه من تبارا واللي ولات بنات ابناء وبنات صغيره هي كاتبها غير ما خرجوش قبل نكمل حتى الجوط اللي كاينه دابا كاملين مسوح حتى العظام المواصلات داخل هذه العقابات والطرق اللي ما كتعديش ليها والواضحه كل شيء ساردو وانا غادي نشرب غدا عشيه في الصفحه تاعي كل شيء هذا باقي ما كملش دوره باش غادي واحد غادي باقي ما كملش دوره دائما كنطلبو كنقولو كنسمعو كيكونوا وعود وكل شيء دابا السيد الرئيس راه غنطلع نهضر على واحد ثلاثه النقاط هنا اول حاجه النقطه ديال العمال العربيين كما قالوا الاخوان انا غادي نشرح بريف لان هضروا عليا الاخوان ما غاديش نكمل بزاف لانه الاخوان العمال العربيين ومعاناه الاداره خصوصا ومعاناه المصالح اللي هي تابعه للاداره من هذا الغياب ديال العمال العربيين اصبح خطيرا وكيشكل واحد الاشكاليه خطيره جدا لانه في دخول مدرسي الفائت
مذكور الغياب ديالو السي حاج داوود والبحري راهم عادي يكونوا جدربيه باش داروا لهم الصف في الاداره، باش داروا لهم الصف داخل الاداره باش داروا الاورجانيزاسيون. السنه الدخول قصه السنه وهي جرائج الدخول الدراسي، هما العراضيين ما كاينينش كيعاونوا، كانوا كيعاونوا في قنيبه ولا في عين الحياه ولا في البحر، كانوا كيعاونوا بشكل اللي ممكن يدير. ثم المستوصف والمستشفى اللي كاين راه كان عندهم الدور. وغنهضر السيد الرئيس على النقطه اللي رجعت ديال الجمعيات، من الجمعيات فمن الجمعيات هي مشى فيها القرار ركوها التوجيه الى الشراكه ديال مشى التوجيه 147. لا السيد الرئيس راه كاينه ماده اخرى، كاينه مذكره ديال الوزير الداخليه، لانه 147 كتدور المنفعه العامه، هنا ما كايناش المنفعه العامه، كاين في وزاره الوزير الداخليه اعطى واحد الكومين جهات اخرى. وراء إبرام اتفاقية التعاون والشراكة كاختصاص ذاتي لدى كل الجامعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة، حيث يمكنها أن تبرم هذه الاتفاقيات إما مع جامعات ترابية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص، شرط أن يتعلق الأمر بإنجاز نشاط أو مشروع بفائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية، وأن يدخل موضوعها ضمن الاختصاصات الذاتية للجامعات الترابية الموقعة عليها. يعني ممكن محليا كما دافع عين عودة راه كتعطي الفروق ديالها أموال طائلة، ولكن في الاتجاه المحلي الذاتي يعني ما كنمشوش للماده 149. فممكن هذا الجواب اللي ممكن يوصل للسي الباشا بانه هذا الجواب ممكن. ثم كاينه رساله ديال وزير الداخليه هي كاينه في الموضوع، لانه جبدها كتهم هذا الموضوع، لان ممكن النوادي ولا الجمعيات اللي عندها نشاط داخل الجامعات تبرم معها اتفاقيات وتعطيها الاموال يعني هذا اللي يقرا القانون اللي جاب تمشي للرساله ديال وزير الداخليه وتمشي للبرديه ديالك. نمشي معك السيد الرئيس لبعض المصاريف، تنقل المصاريف تنقل داخل المملكه. السيد الرئيس راه عارف الخير، هو ما كنخرجوش لبلاصه، واللي كيخرج راه خاصو يمشي للجيب. إذا كان غادي يمشي يجي بشي مشروع، إذا كان غادي يمشي يجي بشي مشروع ولا شي شراكه للسخيره. لا نشرح بلا تشرح. ولكن أنا مصاريف تنقل داخل المملكه. ديال العبر. ديال الوطن. ديال الوطن ولا تسمى الموظف بين كاين هذيك ديال القطع الغيار والاطارات المطاطيه للسيارات، سيارات الاسعاف راه وقيلا عام يوقفها باقه جديده، يعني هي اللي كتدي الفلوس، اما اللي عنده شي سياره خاصو يصرف عليها راسو، راه انا هو راه كتحاسب سيارات ديال النصيب والسيارات اللي صافي، اخر السنه. لا شوف راه النصيب والله وهي دابا جديده وخسرت السيد الرئيس يعقل جديده وخسرت. وجديده ايوا راه خدا راه ممكن انا نجيب سيارتي ونخسرها وناخذ الفلوس ديالها. جديده راه تخسر ما يمكنش. اذا نعم سيدي عطيت الملاحظه ديك السيما اللي كتشوف غير بهذا النقطه ديال الاداره، علاش ما نديروش تدبير مع الحسن؟ كمل الحسن مالك اصدر جلسة الرئيس كما قلت لك بعد سميت واش كيتخلصوا من البلديه من الجامعه ولا من الواحد ولكن السنه اللي غتسالي السنه واش غادي يديروا ليها يديروا ليها الكونترول ونرجعوا لها سميتو؟ السيد الرئيس الترشيد ديالك السيارات اللي هذا السيارة ديال البلدية نتمنى الطلبيين يدخلوا الجامعه يدخلوا البارك. علاش بيه حبس تحرك ربعه يحبسوا؟ الحمد لله بحبس هذه راه امانه. انا ولا العظيم السيد الرئيس راك كتحمل امانه وتحاس تبارك الله، يعني راك راه امانه كبيره ثقيله ثقيله، والجبال الجبال ما قدرتش تحملها. الله يخليك السيد الرئيس، راك تحاسب في اليوم الاخير اللي هو اليوم سميتو. فاليوم اليوم راه السيارات ديال الجماعه وفهمت ازمه والحرب على حنا على حروب في العالم، يعني المواد الاوليه راه غتولي صعيبه، غتولي المواد الغذائيه صعيبه. هذيك الوقت غنحيوك السيد الرئيس وغنأمن الإحصاء على الإحصاء شهر صافي ورجعوا للمجلس. صافي السيد الرئيس راه خاصك يخرج قرار مع الربعة الجماعة السيارات يركنوا أمام الجماعة ويحبس علينا الطاجي كل مرة جاي من وجه جاية كيخلعونا يزعمونا شي حاجة جايين. الله يخليك السيد الرئيس، الله يخليك السيد الرئيس. راه سيارات البلدية ماشي 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 يعني جاب الله ولكن يقول لك. السيد الرئيس غنكمل الله يخليك.
الله يخليك سيدي الرئيس، راه خدنا على راحتك شنو قلت لك هذا الدور هذا، خدنا على الخاطر، راه اليوم عندنا على نهار بحال، عندنا على نهار، قلنا على الخاطر صبر، انسانيو، اليوم سيدي الرئيس راه كما قال كما بالعاديه المشاكل كنتمنى ان شاء الله حنا غادي ناجلوها الدوره العاديه، ولكن راه اليوم كناشدوا بانه ترشيد النفقات راه كاينين بزاف د الحوايج اللي راه ملي هضرنا على الرحبه وهضرنا على البحر وهضرنا على الباركين وهضرنا راه ممكن هادو الحوايج ممكن يديروا بهم العمال العربيين ويديروا حوايج اخرى اللي خاصه الدار، لانه السكيرات خاصه بزاف ديال المشاكل خاصها تفك. كاينين الاسواق ديال الكور وكاينه الاسواق ديال الملاعب الكور وكاينه الجوديات اللي خاصها تفعل بطريقه ذكيه من المجلس مع السلطه باش يستافدوا لها صحاب السفاره ولا صحاب السكيرات بالكيفيه ديالهم. اليوم راه كاين واحد بزاف الامور، كاين المواصلات، كاين المواصلات ديال النقل، وكاين المشاكل اللي في الطرق ديال الاقامات، كاين الكهرباء والماء اللي مشاكل تاهي، وكاين البحار، هادو راه كلها ممكن تصب الاهتمام ديال الجماعه تجاه الاقامات الجداد، وبزاف المشاكل كاينه. فكنتمناو المره الجايه نكونوا غير هو ترشيد السيد الرئيس، راه انا نفس الوالد، راه عندك فرقاء سياسي كل واحد كيقول راسي راسي، فشوف خذوا قرارات وحطوها تكون كتصب في تنميه المدينه. شكرا. ليلى السكرات كان بامكان الجامعه مع المؤسسات الخارجيه يدار اتفاقيات ويداروا شي مؤسسات كبار اللي يجب ان يفعلوا ولادنا ولادات السكرات. وشكرا سي الرئيس. التمركز ديالها كيتمركز على حساب الجهه. دابا مثلا نعطيو المدينه ديال الكفاءات اللي دارت في تمسنا، اللي دارت تمسنا راه ماشي خاصه بتمسنا، هذاك راه مركز جهه وسط. ودابا اليوم المشاريع كلها في اطار السياسه الجديده، انه المشاريع كلها كتمشي في اطار الجهه. مارشي ديال الكروب جهوي، مارشي ديال الكورنا راه جهويه، وغادي نبدا. لا ولكن الوقت اللي باش نستغلوها واحد مؤسسة كبيرة اللي كيما جا على لسانك تكون واحد الشراكة مع الجهة. دابا الجهة ملي غنقترحوا عليها حنا شي مشروع كبير غتقول لك عطينا العرض فيها غنديرو، نقول لها حنا درنا منها القرب، كنتمنى سي الرئيس هاد المرعي تبقى وراه. ما بغيناش واحد لوبيتال تما، ولكن ملي جاو الناس ديال الصحة راه ما يمكنش يدار، لأنه ديالو رقيقة ماشي عندها شعور. ونتمناو سي الرئيس مع الوقت. إذا التصويت على التعديل هذا موافقون. إجماع. حسيت هو. حاجة كانت عندها شي كلمة؟ قلت لها من بعد باقي هي وخليها.